السلام عليكم خواتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم راي الفلوج. موضوع تاع اليوم راح يكون على الهجره والمهاجرين الفيزا والطرق هذو. راح نحكوا على واحد الموضوع اللي هو المافيا الايطاليه. الموضوع هذا كنت انتم طلبتوه لي ولقيت بزاف رسائل عليه ولما في لي كومونتير، وكنت درت صبر يعني كنت دوموندي لكم قلت لكم اسكو نديروا موضوع على هذا ولا ما نديروش. لقيت الاغلبيه كما قالنا راي درنا فيديو عليهم. موضوع قبل ما نبداو فيه نقول لكم بلي الموضوع ماشي كامل سهل وفيديو ماشي كامل راه سهل، والفيديو هذا ما راح يكون واحد، راح يكون عدة حلقات. يعني الحلقة تاع اليوم راح تكون تعريفية، شكون هما، ايش اكزيستي وما اكزيستيوش، موضوع حقيقي. والحلقات اللي مراهم مراهم راح نخرج بكم للتيران، يعني شوفوا الامور برا كيفاه كومون ساس باس. ماشي حاجة سهلة، خاصة انك تكون استرانيري وتكون في ايطاليا، يعني انسان براني وتكون في ايطاليا وتهضر على موضوع كيما هذا. الاغلبيه اللي يهضروا عليه اما صحفيين خارج ايطاليا ولا صحفيين داخل ايطاليا وكانوا صراو لهم بزاف مشاكل وعندهم الحماية من عند بابك. انا ما عنديش الحماية، تما نستاهل تحت اللايك وجهه مبدأ دعموني خاوتي باش نزيدوا حلقات واحده اخرى. نبداو في الموضوع. الكلمه تاع المافيا هذه اسكو تكزيستي صح ولا في ايطاليا ما تكزيستيش؟ كون هما حاجه مليحه ماشي حاجه مليحه، راح نحكي لكم عليها باش تردوا بالكم خاوتي والناس اللي يكونوا هنا في ايطاليا ما تحوش في البياج وين يقدروا يضيعوا حياتهم كامل. راح نبداها لكم من الزيرو ونجي طالع. الكلمه هذه كلمة المافيا بدأت في عام دقيوس، يعني في القرن 13. وهنا طلعين يقولوا بلي كاين دو فيرسيون، يعني كيفاش تكريات المنظمة هذه، كيفاش تخلقت. كاين دو فيرسيون. الفيرسيون الأولى يقول لك بلي في 1282 كان الغزو الفرنسي على الجزيرة الصقلية الإيطالية، يعني احتلوهم. وكي احتلوهم كانوا خرجت منظمة للدفاع على الإيطاليين وإخراج يعني المغتصب اللي هو الفرنسي اللي مغتصب الاراضي الايطاليه، حبوا يخرجوهم على التكريات المنظمه هذه وسموا روحهم مافيا. ولا فيرسيون ثانيه يقولوا بلي التكريات نهار كان عرس تاع وحده ايطاليه وكان الغزاة الفرنسيين توجو في 1282، يعني كان الغزاة الفرنسيين كانوا خطفوا طفله ايطاليه نهار عرسها، خطفوها تماك ماليها وتاع البشره تاعها وفاميلتها وفاميلت راجلها، كانوا زعفوا بزاف وحبوا يغسلوا ينتقموا الشرف تاعهم. وتما كانت خلقت هذه المنظمه على سموها مافيا، يعني ام ا اف اي ا، وهي حروف الاولى هذو الكلمه هذه هي من جمله اللي هي مورتي على فرنسا ايطاليا انيلا، واش معناتها؟ موت الفرنسيين هو صرخه لايطاليا. موت الفرنسيين هو صرخه ايطاليا، يعني من تماك خرجت الكلمه هذه تاع مافيا، يعني في القرن 13. وكانوا حاربوا، كان المبدا تاعهم هو الانتقام ومحاربه الغزو الفرنسي. ولكن من عام دقيوس، يعني من قرن 13 حتى رانا في القرن 21، صراو بزاف امور نعطيها لكم بعجاله باش ندخلوا للمفيد. يعني دوكا ما قادوش نحكي لكم انا 1400 و 1500 باسكو شغل دي زيستوار قدم وسينو لازم لنا شغل حياه واحده اخرى باش نحكيو الاستوار هذه. ولكن صراو بزاف دي زيفانمون وين تبدل تغير المسار تاع المافيا هذه، وكان من محاربة الغزاة إلى الابتزاز وعمل إجرام. يعني هنا نفهموا باللي النشأة تاعها كانت في صقلية. من بعد كيفاش باش تطور النشاط تاعها وكيفاش كبرت، يعني الصادة تاعها كبر ولاو بارتو في العالم كامل. مع الأول كانوا يعاونوا في الفقراء يعني باش يجيبوا الشعبية، يعني كانوا أي واحد فقير يعاونوه، واحد حاب يشري تراب، واحد حاب يشري دار، واحد حاب يخدم، واحد حاب يعاونوا الشعب كامل خاصة الشعب الفقير. والشعب اللي هنا ارتبط بهم وزاد اعضاء تاعها، يعني كانوا شويه ولاو بزاف بزاف بزاف، ولكن كانوا يحقوا بزاف دراهم. قالوا تغير النشاط تاعها من مساعده الفقراء ولجان اكسيتيرا الى اعمال واحده اخرى اللي هي الاجرام، الابتزاز، بيع البشر، الدعاره، بزاف بزاف امور. وهنايا شغل غيروا المسار تاعهم من حاجه لحاجه واحده اخرى. وكانوا يعني اي واحد عنده حانوت لازم يخلص حق الحمايه، يعني عندك حانوت باش ما يصرالك والو فان دو موار تخلص، عندك شركه راك تدخل دراهم تمد لهم دراهم، اي عندك اي نشاط يسالوا معاك، عندهم بورسونتاج يدوه شاك مو، لو كان ما تديش يصراو لك مشاكل بزاف، تسحق دراهم يمدوا لك دراهم هما يجيبوا لك دراهم ولكن بليزانتيري يتلحق لك 300-400%. لو كان ما تخلصهمش راك تعرض روحك والعائله تاعك ودارك كلش، يدوا لك كلش. من واحد من النشاطات تاعهم انه هما اللي كانت هي نشاط، وكانوا داروا قواعد ثانيه من بين نشاط وقاعده ثانيه اللي هو زعما الدعاره، انهم كانوا يجيبوا نساء من خارج ايطاليا باش يعني يخدموا بهم في ايطاليا،
منه ممنوع من أن بتن يخدموا النساء الإيطاليات. هذه واحدة من القاعدة تاعهم. قاعدة واحدة أخرى أنه ممنوع يكون تعامل أي واحد من العائلة تاعهم يعني من لافامي تاعهم المنظمة هذه يكون عنده تعامل مباشر ولا غير مباشر مع الشرطة ولا مع الجندام باش يبقاو توجو مغلوقين يعني ما كاش أسرار تخرج يعني ممنوع أي سر يخرج من داخل العائلة تاعهم. يقولوا عائلة هي المنظمة خاوتي باش نفهموا. ممنوع أن يكون عندك باباك خوك عمك جارك ما أنا باليش أنا صاحبك يكون بوليسي تروح تهضر معاه ولا تمك تعرض روحك للتصفية. عندهم واحد القاعدة واحدة أخرى اللي هي العائلة المقدسة. وش معناتها عائلة مقدسة؟ أنه يعني أي عضو عنده مشكل مع عضو في واحدة أخرى ما يدنالوش العائلة تاعه وإنما يروح ديرتهم العضو هذاك. يعني جروب عنده مشكل مع جروب واحدة أخرى ما يروحش يضرب له أخوه ولا ولد عمه ولا مرته ولا بنته يروح للشخص هذاك. وهنا خرجت هذه القاعدة تاعهم اللي هي المرأة تانيت ما لازمش أي عضو من العائلة تاعهم يكون عنده علاقة مع زوجة عضو واحد أخر يقدر يصفيه وتانيت ولا بنته ولا أخته يحب تكون عنده علاقة معها عجبات وحب يزوج بها حب يخرج معها ما بيش لازم يهدر مع باباها ولا يهدر مع أخوها ولا يهدر مع العضو اللي رو منضم اللي هو تانيت معهم. أنا باش توجد تبقى لفامي حاجة ساكري حاجة ساكري. من بعد باش يزيدوا في قوة تاعهم راحوا دخلوا داخل الجمعيات والمنظمات وحتى السياسية يعني كانوا تنفيذ لو بارتو ولو برا شاو يرشاو لابوليس رشاو لجندام رشاو رجال سياسة رجال أحزاب جمعيات مام قوضات باش توجور يبقوا كوفر يتكوفروا يعني جرائم تاعهم ميدخلوهمش للحبس. وهنا الحكومة الإيطالية جهلت تقول جهلت ثم زعفت زعفت بزاف لقات باللي شغل المافيا يتحكم في الاقتصاد الإيطالي وما زال حتى الضوء القاتب اللي راهي تتحكم في الاقتصاد الايطالي وكان لازم انها تحاربهم. وباش بدات الحكومه تحارب بداو من الداخل يعني الحكومه بدات تحارب الاعضاء تاع المنظمات هذوما من داخل الحكومه يعني سواء يكون بوليس ولا بروكيرور ولا جوج ولا اي واحد يلقاوه عنده علاقه معهم يدوه للحبس ديريكتومو. هنا الضياقه تاع المنظمه ولقاو روحهم اللي كانوا مع الاول يخدموا مع الحكومه اون باراليل يعني بتناسق لقاو روحهم يتحاربوا ديريكتومو مع الحكومه وبدات الحكومه تضرب في المنظمه هذه بقوه يعني بداو يرمصوا فيهم بداو يدخلوهم للحباس بداو. في 1982 كانوا جوج قضاة تعرضوا لعمليه التصفيه. هاد القضاة هذوما كانوا يتابعوا قضايا تاع المنظمه المافيا الايطاليه وبويسك جوج قضاة ماتوا. هنا كانت الحكومه قررت انها تحارب المافيا باكثر قوه وجداره وقدروا انهم يحاربوا بزاف في الغاشي ويدخلوا بزاف منظمات ويفكوا بزاف شبكات ويدخلوا بزاف من اعضائها للسجون. كانت صارت حكايه ثانيه في 2008 وين اكثر من 2000 بوليسي شارك في حمله ضد المافيا وين قدروا يقبضوا زعيم المافيا اللي كان اسمه جيتانو لوبريستي. جيتانو لوبريستي هذا دخلوا للحبس وهو في داخل الحبس عشان نقروه يعني انتحر باش ما يخرجش اسرار المنظمة. شوفوا لا ملاحقين خوتي واش ميخرج السر على العائلة تاعو انتحر داخل الحبس. من بين الأسباب اللي خلات المافيا قوية انها ما تتعاملش بزاف بالانترنت. انا في 2021 ما يتعاملوش بزاف بالانترنت مازالهم الكتيبة تاع البراوات ولا الضغط له باش ما يحكموش الحكومة الإيطالية ولا عناصر الأمن يقدروش يتبعوا لي براس تاعهم والدراهم اللي عندهم. وكنقول لكم لي شيفر نخلعكم 22 مليار دولار يعني مدخول تاعهم في العالم و4 ملاير دولار غير في ايطاليا. عباوش معناتها 22 ملاير كي قلت لكم في العالم كاع باسكو راهم منتشرين بارتو ماشي كانوا في ايطاليا برك ولكن انتشروا بارتو. وما نحكي لكم كيفاش خرجوا ندير لكم حلقه واحده سبيسيال كيفاش كانوا خرجوا من هنايا من ايطاليا وراحوا للامريكان. نعاودوا نولوا شويه اللور. كانت في 1901 تصادم كبير بين الحكومه والمافيا وهنا يوسرى المافيا انقسمت الى قسمين قسم بقى داخل ايطاليا وقسم ثاني كان خرج من امريكا. على بالي نشوفوا لي فيلم دوكا اللي في امريكا يقول لك لي ايطاليان كاين بزاف طلاين في امريكا ولا ما في ايطاليان داخل التراب الامريكي. هذوك اللي راحوا كاين الجروب اللي راح لامريكا هذا زاد كريا من ضرر جديد منظمه مافيا امريكيه من اصل ايطالي. وهنا كانوا حكمنا خمس عائلات هذو ما نحكيوش عليهم دوكا باسكو استوار واحد اخرى نخليها لكم في حلقه واحده اخرى.
وهذوك اللي بقاو لهنا تخباو في وسط الغشي وما عاودوا خرجوا. في 2015 كان وفاة تاع واحد من الزعماء اللي اسمه فيتوريو كازامونيكا، مات وكانت الجنازة تاعو هنا في روما بلوكينا. نوريكم شوية تصور تاع الجنازة تاعو، كانت جنازة عالمية يعني الناس حضروا فيها بزاف، وين لحقت وين بليكوبتير من فوق بيير طلقوا الورد، ولا بوليس ما قدروا يديروا والو. هنا بينت لاكامورا باللي راهي مازالها متواجدة ومازالها بقوة، وهنا كانت الصحفيين وكان الراتيلي وليميديا كانوا هضروا عليها بزاف وقالوا كيفاش الحكومة ما تحركتش، وبما أنها كانت جنازة كبيرة بهذه القوة وبهذا العدد وبهذه الطريقة، هنا كانت تسمى بصمة باللي مازالهم يكزيستي. والأعضاء تاعها قد ما يكونوا عنده بزاف دراهم ويكون كبير في العمر يكون بويسهم بزاف. في 2018 كانت ضربة قوية لهم وين اعتقلوا زعيم تاعهم اللي هو أنطونيو أرلاندو، ولكن ما حبستش وتالمو كانوا منتشرين بارتو ماشي غير في إيطاليا، في العالم كامل، خاصة يعني مور إيطاليا أمريكا وتاني فرنسا وإسبانيا. في 2019 كانوا فكوا منظمة تابعة لهم كانت تنشط في إسبانيا، شكون عاونوهم؟ عاونتهم السلطات الإيطالية، وهنا وصل عاودوا النشاط تاعهم ركزوه داخل إيطاليا كامل. راح تقولوا لي شكون هو توتورينا؟ توتورينا هذا زعيم من الزعماء تاعهم، نخليوا له حلقه وحده تاعو سبيسيال باسكو حكايته طويله بزاف، ولكن نعطيكم دوكا اخر المستجدات اللي هي رانا في 2021 لهنايا. دانيا ممكن نخرجوا دي جروب جديد اللي راهي متنحره مع لي جروب قدم، يعني كي يقولوا المافيا ما راهيش جروب واحد، راهي بزاف لي جروب، ولكن خرج واحد جروب جديد اللي يسمو بيبي جانغ. بيبي جانغ هذوما اللي هما الدراري تاع ديجان تاع 15 16 17 20 21 سنة، يعني ما عندهمش ناس كبار في وسطهم، يعني قاعد ديجان صغار، والمشكل تاعهم انهم ما عندهم حتى قاعدة داخل المنظمة تاعهم، يعني يعترفوا بحاجة اللي هي الدراهم والقوة، اي حاجة تجيب لهم دراهم يستعملوها بدون قوانين، مش كيما الاخرين العائلة والريسبي وكاين عفايس يعني يتعاملوا بهم. بيبي جانغ هادو ما يتعاملوا بحتى قانون، ولو يعني ولو ما يتفهموش بزاف مع لاكامورا ولا مع منظمة القدم، ولو في تناحر بزاف على جنب لي تيريتوار، شكون اللي يحكم التيريتوار لي زونسيان ولا جدد. حبسوا تاع الحلقة تاع اليوم باش ما تكونش طويلة بزاف، كانت حلقة برك تمهيدية يعني باش تفهموا بيبي الحكاية كيفاش بدات وراي لحقة. الحلقة الثانية راح نخرجوا للتيرا، ولكن نحب نشوفكم كامل تحت، نتلقاو في موضوع جديد حلقة جديدة. تشاو.